المرجع البرت بوخ دي ايجيبتش سبراخه، الجزء الثاني صفحة 493، الهامش رقم 15. الكلمة المصرية القديمة هي كلمة هنو. هنو بتتكتب كده، الكتاب الهيروغليفي، النطق هنو، المعنى ابتهاج ابتهاج، وطبعا هتقارن بكلمة هناء في اللغة العربية. كلمة هناء في اللغة العربية تقارب كلمة هنو اللي قلناها. وهنا نجد المفردة هنيئا تتكرر بمختلف الآيات الكريمة التالية. في الآيات التالية بنجد أيضا هذه الكلمة بصورة أو بأخرى أو أحد مشتقاتها، وبترد أيضا في الشعر العربي في أحد أبيات الشعر العربي التي سنعرض لها لاحقا في بيت الشعر العربي ده. نبتدي بالآيات الكريمة. نعرض الأول، نسمع سورة النساء الآية 4. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية التالية من سورة الطور آية رقم 19، الطور 19. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الآية التالية موجودة قدامنا وهي في هذا السطر في سورة الحاقة الآية 24، نستمع إليها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الآية التالية موجودة في سورة المرسلات الآية رقم 43. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الآية التالية أقصد بيت الشعر التالي موجود في هذا السطر، ممكن نقراه مع بعض. كما وردت المفردة هناء ببيت الشعر العربي التالي: تخالوا تخالوا بضاحي جلدها ودفوفها، عصيمة هناء أعقدته الحناتم.